الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بكتاب البيع. البيع ذكرنا فيه أن الأصل في البيع الحل، ودل على جواز البيع الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وكذلك الحاجة إلى البيع والشراء بين الناس. وبعض العلماء رحمه الله تعالى يقول أن مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى مبني على هذا، في هذا الباب أو في هذا الكتاب، كتاب البيع. العقود إما أن يقول أكون عقد لازم بين الطرفين، عقد لازم بين الطرفين، مثل ما ذكرنا الآن في بعض المعاملات، قلنا إذا خرج وتمت شروط البيع كان العقد لازما بين الطرفين، هذا يسمى عقد لازم. ويأتينا إن شاء الله تعالى في الوكالة أن الوكالة عقد جائز بين الطرفين، لكل واحد فسخ هذا العقد، أي عقد الوكالة، على ما سيأتي بإذن الله تعالى. ولدينا عقد جائز من طرف، واجب من طرف آخر كما سيأتي. بيع ثم خيار، ثم إذا لم نجد خيار تكون هناك إقالة، والإقالة مستحبة. وإذا رفض الإقالة يكون هناك صلح، مفهوم؟ إذن البيع إذا تم يكون عقد لازم بين الطرفين. كان بينهم خيار أو في المجلس فهنا العقد باقي، يصح أن يفسخ من الطرف الأول أو من الطرف الثاني. لازم العقد وأصبح لازم بين الطرفين وانتهى وقت الخيار، نأتي إلى ماذا؟ الإقالة. وقلنا الإقالة مستحبة. رفض هذا وأبى هذا، ماذا نلجأ إلى؟ الصلح، مفهوم؟ طيب، أخذنا صور للبيع، وأخذنا ما يتعلق كذلك بالربا، وأن الربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، قلنا من حيث الأصل، وإلا هناك مسائل قد اختلف فيها بعض علماء أهل السنة. تنظر في المسألة، إذا فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة هذا معناه أن الخلاف معتبر، لكن غير أهل السنة والجماعة لا تنظر إليهم أصلا، وهو خلاف غير معتبر. خلاف الرافضة يعتبر، لا تنظر إليهم أصلا. طيب، أخذنا صور في ربا الفضل وربا النسية، من يذكرها لي؟ إخوانا تعرف؟ سبحان الله، قم أمرك لله. هل يصح أن تشتري ذهب بيورو، تذهب إلى أماكن بيع الذهب تعطيه 1000 يورو يعطيك قطعة ذهبية 100 جرام، يصح؟ يصح، الحمد لله، بشرط التقابض لا التماثل، لأن هذا يورو وهذا ذهب. اجلس. نعم، أراد أن يشتري ذهب جديد بذهب قديم، سبحان الله، والله يصح، لكن بشرطين. الشرط الأول التقابض في مجلس العقد، والشرط الثاني التماثل 100 جرام ب100 جرام. نعم، قديم بجديد يصح ولا إشكال، لكن بشرطين، التقابض والتماثل. تمر قديم بتمر جديد يصح؟ يصح بشرطين، التقابض والتماثل، لأنه تمر بتمر. لديه
ذهب قديم 100 جرام، وأراد أن يشتري ذهب جديد 100 جرام، وأبى هذا أي صاحب الذهب الجديد أن يقبل بالتماثل، ماذا تصنع؟ يبيع القديم ويحصل على المال، سواء كان البيع لأجنبي أو لهذا، لكن بشرط أن يعطيه المال، ثم بعد هذا إن أراد أن يشتري اشترى، وإلا فانصرف. تمر بتمر يشترط فيه تقابض التماثل. جاء إلى البقال واشترى منه تمر بكم؟ 100 يورو، لكن إلى سنة، بعد سنة يعطيه المال، يصح؟ سبحان الله، الآن أنت دائما تذهب إلى البقال وتشتري في الغالب وتعطيه إلى سنة، يصح؟ يصح، لا إشكال، مال بتمر يصح؟ يصح، لا يشترط لا التقابض ولا التماثل. لديه بقرة وذهب إلى البقال، البقال لديه تمر، شعير، قمح، قال أعطيك هذه البقرة بعد سنة، يصح؟ يصح. برتقالة ب3 برتقالات، هذا لديه برتقالة والشيخ لديه 3 برتقالات، أعطاه البرتقالة، أعطاه 3 برتقالات، يصح ولا يصح؟ هذا لديه برتقالة يعني من زراعة مصر، وهذا لديه برتقالة من زراعة المغرب، يصح ولا يصح؟ برتقالة ب3 برتقالات، يصح ولا إشكال فيها، نعم، حتى ولو بعد سنة، أي ما في إشكال، مجلس. طيب، إذا كنا لا نعلم مقدار، أي لا يعلم المقدار، لديه تمر بتمر وقال لا أعلم مقدار هذا التمر، يصح البيع؟ يصح بشرطين، نقول لا بد من معرفة مقدار التمر الأول والتمر الثاني لتحقيق التماثل، وإذا لم نعلم المقدار فالبيع محرم، صح؟ طيب، تشتري مني هذه الساعة؟ يصح البيع هذا؟ لا يصح، لابد أن تراها، نعم، هذا بيع مجهول، لا يصح. قال تعطيني جوالك ويعطيك جوالي من دون أن نتفاهم، رأس برأس يسميه، يقول عندنا، يصح هذا البيع؟ لا يصح، لأنه لعله هذا قديم وهذا حديث، هذا يساوي كذا وهذا يساوي كذا. بيع الأصنام، بيع الأصنام لا يجوز. تماثيل، باربي، تعرف باربي؟ باربي يسموها باربي عندكم؟ باربي يصح؟ باربي لا يصح، لماذا؟ تمثال، لكن هذه اللي تكون من القطن يصح أن تباع وتشترى، ما في لا إشكال فيها، ويتسامح في الأولاد ما لا تسامح في غيرهم، والدليل قصة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. طيب، لكن باربي ما تصح يا رجل، اتق الله. طيب، بيع الخمور يصح؟ الدخان، دخان، جاء رجل وقال تعبان والله، يعني صداع شديد، احتاج إلى دخان، لا. بيع الخمور، مخدرات، بيع السلاح جائز الأصل فيه، إلا عند الفتنة بين المسلمين أو لقطاع الطرق مثلا. الشراء كذلك من قطاع الطرق أو من يسرق المتاع. طيب، بيع البيض جائز، لكن للمقامرة حرام. طيب،
الآن الجوائز التي تكون أحيانا مع السلع، يقول اشتري جهاز آيفون واحصل على الثاني مجانا، يصح ولا يصح؟ يصح. طيب هذا الجهاز مثلا آيفون، الشركة تبيع هذا الجهاز ب 400 يورو، مفهوم؟ طيب، وقالوا عندنا مسابقة، كل واحد يشتري جهاز آيفون يسجل الرقم والمعلومات، وقد تحصل لك جائزة وقد لا تحصل لك جائزة. ننظر هل زادوا على سعر الجوال شيء؟ لا، 400 ب 400، وحصل له سيارة بورش جائزة، يصح؟ هذه مقامرة؟ لا، لأنه لم يدفع شيء، لكن يدفع هذا ويدفع هذا ويدفع هذا ويدفع هذا وتحصل الجائزة لواحد، هذه المقامرة، وتأتينا إن شاء الله تعالى. إذن إذا كان سعر السلعة واحد، ثم الشركة حتى يعني تبيع عدد كبير من الأجهزة جعلت سيارة بورش جائزة، يصح ولا إشكال، مفهوم؟ لكن لو سعر الآيفون 400 يورو وأضافوا 410، هذه العشرة قالوا من أجل الجائزة، هذا يدفع 10 و10 و10 و10، هؤلاء يأخذ 10 ملايين ويخرجوا 500,000 أحيانا بورش، يصح؟ لا يصح. هل يصح البيع على بيع أخيه أو الشراء على شراء أخيه؟ كيف؟ قلنا اشتري هذا السلعة وأتي ثاني، قال لا أنا أبيع عليك بأقل من هذا، أو يأتي إلى البائع ويقول أنا اشتريها منك بأكثر من هذا، النجش رفع السعر. كذلك إما أن يكون الغرض من الزيادة في السعر الضرر بالبائع أو بالمشتري أو بهما. طيب بيع الحمل لا يجوز إلا إذا باع الناقة وهي حامل، يصح البيع. بيع الكلب، كلب صيد لا يجوز. نعم، بيع السمك، نعم، بيع الميتات، الميتة إلا الجائزة، الجراد والسمك لا إشكال في هذا. بيع الأعضاء، بيع الأعضاء، سبحان الله، أعضاء، أعضاء الإنسان، كلية، كلية، يبيع الكلية، يذهب إلى مستشفى يقول أنا أبيعكم كلية، وش الإشكال؟ في إشكال؟ يصح ولا يصح؟ يا أخي الأصل في البيع الجواز، نقول هذه الكلية ليست ملك لك، هي ملك لله، صح؟ طب بعد الموت يصح؟ تبرع بالأعضاء، يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه لا يجوز سواء كان حي أو ميت، وإن يعني اضطر أناس يأخذوا من كفار لا من المسلمين، مفهوم؟ طيب بيع التمر، بيع التمر بالرطب لا يجوز أبدا، ما يجوز، لأنه لا يمكن التماثل، لا يمكن، ننتظر الرطب حتى يصبح تمر. بيع الرطب على رؤوس النخل لا يجوز إلا في صورة واحدة، العرائب بشروطها.
اقترض إنسان من آخر 1000 ريال سعودي وأراد إرجاع هذا المال يورو، ليس لديه ريال سعودي، قلنا يصح بشرطين: ألا تفرق بينها شيء، يعطيه كل الدين كامل، وأن يعطيه بسعر الصرف اليوم. فلو أعطاه نصف وقال النصف إن شاء الله تعالى بعد ساعة، يصح؟ لا يصح. هل يصح الصرف في المسجد؟ لا يصح. بيع، طب ماذا تصنع؟ تريد مال وليس لديك صرف، تقترض من هذا شيء ثم بعد هذا تخرج في الخارج وتصرف. نعم. طيب، بيع الزروع، زرع لديه أشجار وتبيع مزرعة كاملة، يصح؟ يصح. بيع الثمرة، يصح، بشرط أن تباع بعد بدو الصلاح. كيف يعرف الصلاح؟ يعرف عندهم بتغير الطعم، تطيب للأكل، أو تغير اللون، نعم، أو تذهب عاهته، يعني يذهب الأمر الذي يكون في الغالب أن يكون فيه إتلاف للثمرة. أجلس فتح الله عليه. ذكرنا أنواع للخيار، خيار قلنا البيع، ثم أن الإنسان يكون يستعجل أحيانا في البيع وفي الشراء، فجعل الله سبحانه وتعالى له فرصة أن يرجع يفكر وكذا. نعم. الأول خيار، خيار المجلس، هذا في كل عقد والحمد لله. خيار المجلس، أحيانا خيار المجلس يكون بالهاتف، وأنت تعرف الآن يوجد بيع وشراء بالهاتف أحيانا، يقول السلع التي لديك أو السيارة البورش التي عند الشيخ تبيع هذه السيارة؟ بالهاتف يتكلم معه، قال نعم، قال بكم؟ قال 500,000. قال طيب، متى نستلم؟ قال وقت ما تحب. اتفقنا؟ قال اتفقنا. ثم قال لا، رجعت في كلامي، يصح؟ يصح، لأنه لم يتفرق الآن في الطائرة في القطار. نعم. هذا خيار المجلس. فإن افترق دون قصد إلغاء الخيار أو إسقاط الخيار فالبيع لازم أصبح. هذا خيار المجلس. الثاني خيار الشرط، يقول أشتري منك السيارة على أن أستعمل وأجرب هذه السيارة مدة شهر، في حدود هذا الشهر ترجع السيارة. وأنت تعرف الآن يعني كثير هذا الشرط عندكم، أحيانا هذا يشتري الأخ آيفون وقل مضمون مدة سنة، ثم يسقط في الماء يقول مضمون سنة، أصلح له. قال ما نصلح لك. لماذا؟ لأنه هذا تفريط من المشتري، لكن حصل عيب أو كذا يضمن البائع. في الغالب عندنا قلنا يشتري السلعة ويخرج ثم يرجع إليهم ويقول أريد أن أرجع هذه السلعة، يقول لا، البيع هنا لازم، هنا إقالة، مفهوم؟ خيار الشرط، خيار التدليس على المشتري، يظن أن البقرة هذه بقرة حلو ويعرف متى بعد أن يحلب فيرجعها مع صاع من تمر، أو يدلس يغير غلاف الآيفون وكذا ويجعله في كرتون كأن الجهاز جديد 100% وهو مستعمل. نعم. طيب، أو عيب يسميه الناس هنا الآن عيب في التصنيع، عيب في التصنيع، يعني في نفس الصناعة عيب. أنت تسمع أحيانا
أن بعض الشركات سحبت هذا الموديل من الآيفون لأن فيه عيب في التصنيع. نعم هذا يرجع للبائع. طيب، أو غبن، يعني يغبن غبن خارج عن العادة، ولا البيع لابد يكون فيه شيء من الغبن لكن خارج عن العادة. الجهاز يساوي 400 يورو، هو يبيعه 4000. لا، هنا له الخيار. اجلس فتح الله عليك. أخذنا ولله الحمد إذن العقود اللازمة، منها البيع على ما ذكرنا، ومنها سيأتي معنا الإجارة، يستأجر الشقة أو يستأجر سيارة مثلا. نعم. طيب، هذا عقد لازم، ولدينا عقد جائز من الطرفين الوكالة، ولدينا عقد لازم من طرف جائز من طرف. عقود توثقة، عقود، لكن العقد هذا من أجل التوثيق. كيف؟ الرهن مثلا، طلبت من هذا أن يقرضني شيء من المال، قال أريد أوثق هذا الدين. بماذا؟ بالرهن. فأجعل لديه رهن سيارة البورش مثلا ويعطيني المال، إن دفعت له المال في الوقت المحدد الحمد لله يعطيني السيارة البورش، وإلا باع السيارة البورش وأخذ المال الذي له والزائد لي. هذا الرهن. طيب، هذا توثيق للحقوق، رهن والضمان والكفالة. إذن عندنا عقود نوثق بها. ما هي هذه العقود؟ الأول الرهن. الرهن لا بد أن يجعل المرهون شيء يباع، فما يصح أن يجعل لديه أكرمك الله كلب لأنه لا يباع أصلا، أو يقول أجعل ولدي عندك رهن، ما يصح. طيب، إذا حصل الوفاء التام أخذ من هذا 10000 ووضع لديه رهن سيارة، حصل الوفاء دفعت له 10000، عندما دفعت له 10000 يعطيني الآن السيارة، وإذا حل الأجل ولم أدفع له المال 10000 له الحق في بيع هذه السيارة ويأخذ منها قيمة القرض ويدفع لي الزائد. طيب، أخذ السيارة لديه وأوقفها عند البيت، جاء هذا الأخ وصدم هذه السيارة، حادث مروري، من يتحمل الآن هذا؟ لأن هذا متعدي. نعم. طيب، الضمان أن يضمن الذي عليه الدين. مثال الآن، أتي للشيخ أعطني 10000، قال أريد ضامن لأنه قد تسافر ولا أجدك، نقول الضامن الشيخ زهير يضمن، فإن لم آتي بالمال يذهب إلى من؟ الشيخ زهير، ويدفع لأنه ضامن، ثم بعد هذا الشيخ زهير يرجع علي أنا. هذا الضامن. الكفيل هنا في هذا الباب هو الذي هو الذي يحضر من عليه الحق. مثاله، أنا أريد من الشيخ مال 10000، قال هات الكفيل،
فاتب الشيخ زهير كفيل. الكفيل ماذا يصنع؟ يحضر الخصم إلى مجلس الحكم، فإذا أحضر الخصم مجلس الحكم انتهى ما الذي عليه، لكن في الأول في الضمان يضمن الحق كامل، لا بد أن يدفع الحق كامل. إذن هناك فرق بين الضمان والكفالة. في اللغة الدارجة عندكم أو كذا أو في العامية يجعل الضامن هو الكفيل والكفيل هو الضامن أحيانا، لكن في الشرع هنا فماذا تصنع؟ لأن الناس لا يعرف هذه المسائل، نقول أخذ فلان من فلان 10,000 والتزم فلان من الناس طرف ثالث بإحضار المال إن لم يأتي به الآخذ للمال، هذا ضمان. عقد ثاني، التزم الطرف الثالث إحضار الطرف الثاني الآخذ للمال إلى مجلس الحكم، هذا كفالة. مفهوم؟ طيب متى يسقط المطالبة على الضامن أو على الكفيل؟ إذا أدى الطرف الثاني الحق أو أبرأ هذا صاحب الحق الأول، قال أنا أبرئك أنت من الضمان ومن الكفالة. مفهوم؟ نعم. طيب أو التزم الثاني بجميع ما عليه، ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى الحجر. الحجر يعني تجعل هذا محجور عليه، يعني لا يتصرف في ماله، نحجر عليه ونضيق عليه ولا يتصرف في ماله. المحجور عليه إما أن يكون الحجر عليه لحق نفسه أو لحق غيره. المحجور عليه لحق نفسه هذا نسأل الله السلامة العافية السفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله. الإشكال إذا ضربنا بعض الأمثلة تجد يعني كثير على هذا لا يحسن التصرف في ماله، يشتري مخدرات، مسكرات، نعم، مفرقعات. لو وجد عندنا إنسان يأخذ 500 يورو ويشعل فيها النار ماذا نقول عنه؟ سفيه. طيب مفرقعات، مخدرات، مسكرات، سفيه لحق نفسي. نقول أنت لا تحسن التصرف في مالك فهذا يحجر عليه. الصغير الآن، الصغير أنت ولي على يتيم صغير، تعطيه أمواله؟ لا، تحفظها له حتى يبلغ، إذا بلغ تختبره هل يحسن التصرف، تعطيه شيء قليل من المال، أحسن التصرف في ماله تعطيه، وإلا تمنع عنه المال. فالمحجور عليه إما لحق نفسه، ما شاء الله، إما لحق نفسه أو لحق غيره. أنت تعرف أن هناك بعض الناس يبيع ويتجر أو يذهب إلى مكان بيع السيارة يشتري سيارة بالتقسيط. نحن لا نتكلم الآن عن بيع بالتقسيط، يشتري سيارة بالتقسيط ثم يشتري أثاث بالتقسيط ثم يشتري منزل بالتقسيط، مرتب هذا 10,000 يورو ويأخذ هؤلاء منه بالتقسيط 15,000 يورو في كل شهر، هذا ما يستطيع أن يدفع هذه المبالغ كلها وعليه دين لهذا
ولهذا ولهذا. فماذا يصنع هؤلاء؟ شركة السيارات وشركة الأثاث وشركة المنازل وفلان وفلان، هؤلاء يرفع أمر هذا إلى السلطان ويقول نريد أن نحجر عليه لحق نفسه، لا حق غيره. فالسلطان يمنع هذا من التصرف، يقول ليس لك أن تشتري شيء، ويصفى مال هذا. كيف يصفى المال؟ ينظر إلى الأشياء التي ما يمكن أن يستغني عنها، لو استغنى عنها مات أو تضرر. لديه 10 ثياب، ماذا يصنع القاضي؟ يبيع كل الثياب؟ يظل بلا ثياب؟ لا، يعطي الذي يحتاج ثوب أو ثوبين والباقي يباع. نعم، لديه طعام، ننظر الذي يكفي لحياته هذا نتركه، والزائد يباع. وعلى هذا، طيب، من له حق على آخر؟ الأصل أن ييسر عليه ويخفف عليه، ينظر المعسر ويخفف على من لديه مال، فمن لديه مال يخفف عليه، وإذا كان ليس لديه مال فنظره إلى ميسرة. مفهوم؟ طيب، هذا بالنسبة للذي دفع لك مال، لكن أنت أخذت المال ماذا تصنع؟ لابد أن تفي لهذا بحقه. مفهوم؟ قال عليه الصلاة والسلام من أخذ دينا يريد أداءه أدى الله عنه، أدى الله عنه. وفي الصحيح عندما اقترض رجل من آخر مال 100,000 قال هات الشهيد، قال الله شهيد، قال هات الكفيل، قال الله كفيل، قال رضيت بالله ربا، رضيت بالله شهيدا وكفيلا، وانطلق. وقت أداء المال كان في البحر، فأخذ قطعة من خشب ونخر هذه القطعة وضع فيها، تقول أنت هذا مجنون، ووضعها وقال يا رب أنت كنت الشهيد وكنت الكفيل، أدي عني، ورمى القطعة في البحر. خرج ذاك إلى البحر ينتظر قدوم هذا، لم يأتي أحد، وجد هذه القطعة أخذها إلى البيت، قال أخذها حطب، ضرب هذه القطعة وإذا المال كاملا، أدى الله عنه. فترة مرت أيام، جاء الثاني وأتاه بالمال، سبحان الله، قال والله لم أتأخر إلا لأنني كنت في البحر وما استطعت. وفي القديم يعني كانت البواخر على تسير على الريح. وقال لكن عندما حل الأجل أخذت قطعة ووضعت فيها وكذا، قال بارك الله لك في مالك، أدى الله عنك. فمن أخذ أموال الناس يريد أداءها، قال النبي عليه الصلاة والسلام أدى الله عنه. أي نعم. طيب، اجلس. ولي الصغير والمجنون، هذا يعود الصغير على حسن التصرف في المال، وإذا كان لديه أموال ولا يحسن التصرف فيها يجب على الولي أخذ هذه الأموال والمحافظة عليها. طيب، ولا يقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. نعم. طيب،
قلنا بيع ثم خيار ثم إقالة ثم صلح. قاعدة في الصلح: الصلح جائز بين المسلمين إلا إذا كان هذا الصلح يحل حرام أو يحرم حلال. مثال: الله سبحانه وتعالى قال: والصلح خير. أين؟ أين الشيخ؟ نعم، الخصومة بين الزوجين، الخصومة بين الزوجين إذا تخاصم مع زوجته أمر طبيعي، الشيطان يريد إفساد الحياة الزوجية، ماذا يصنع؟ أول شيء يعظها. كيف يعظها؟ يقول لها: اسمعي، أفعل بك كذا وكذا ومحاكم، والله ما يصلح لك أحد، لا والدك ولا فلان ولا كذا، وعندي وعندي وأفعل وأفعل وأفعل. هذا هو الوعظ، صح؟ هذا وعيد مو وعظ. الوعظ: من لم يتعظ بالكتاب والسنة فلا واعظ له. يعظها بأن يرسل لها مثلا رسالة في ورقة حمراء وبعض القلوب وكذا، حديث أو آية. أنت تريد ماذا؟ المهم يعظها. وعظها قالت: انتهيت. ماذا يصنع؟ يتوقف ولا يزيد كلمة. مفهوم؟ البعض لا، تأتي الزوجة تقول: انتهيت، يقول: لا، صنعت كذا وباقي عليك إن شاء الله يومين أو ثلاثة. ما يصح. فإن أطعنكم قال: فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن اتعظت تركها ولا بد، تركها يعني ترك الخصومة. نعم. وإن لم تتعظ ينتقل إلى المرحلة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة. المرحلة الرابعة هي الآن هنا. ماذا يصنع؟ يأتي برجل من أهله ورجل من أهلها. يشترط فين يكون رجل؟ واشترط فيه أن يريد الإصلاح للإفساد. أنت تعرف بعض الناس يريد الإفساد، يريد هذه الزوجة له، يريد الإصلاح. قال: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم، ويعرف الأمور التي يمكن بها الجمع والأمور التي يمكن بها تفريق. قال الله سبحانه وتعالى: لم تكن الآية والصلح بين الزوجين خير. لا، كانت الآية والصلح خير حتى يشمل كل صلح بين الزوجين وغير الزوجين. وأحضرت الأنفس الشح. لماذا؟ لماذا هنا وأحضرت الأنفس الشح؟ لأن النفس تأبى أن تهزم أبدا، ما يريد هزيمة. فلو قلنا للزوج: ترى أنت مخطئ، قال: لا، كيف؟ هي صنعت. يا أخي، وأحضرت الأنفس الشح، ما تريد أن تهزم أبدا. نذكر بالله: وأحضرت الأنفس الشح، قال: خلاص، انتهيت. طيب، إذن الآن يأتي الصلح. اشترى آيفون وخرج. الآن الجهاز آيفون في كرتون ومغلف،
البطارية خارج الجهاز، وضع الشريحة وأزال اللاصق وكذا وشغل الجوال، ثم رجع إليه إلى البائع وقال لا ما أريد هذا الجهاز. يقول له ما أستطيع أن أرجع هذا الجهاز. لماذا؟ لأنه الآن يباع على أنه مستعمل. قال لا. فقال اسمع، لا إشكال، نتصالح على ماذا؟ قال تأخذ هذا الجهاز وأعطيك هدية من عندي، غلاف ملون مثلا، يصح أو لا يصح؟ يصح. هل في هذا تحريم الحلال أو تحليل الحرام؟ لا، يصح. يصح. تخاصم مع زوجته ثم تصالح معها، قال أعطيك كذا من المال، قالت قبلت، يصح؟ يصح، لا إشكال. طيب، تخاصم مع التاجر البائع المشتري، أخذ منه تمر جديد بتمر رديء يدا بيد مثلا بمثل، تماثل وتقابض، ثم رجع لي وقال لا ما أريد هذا البيع، أريد أن تزيد على التمر الرديء شيء. قال طيب أزيد. نعم، أوقف. يصح ولا يصح؟ لا يصح، حرام. طيب، اختلف البائع مع المشتري وقال أنا ما أريد يعني هذا الجهاز، أريد بدل هذا الجهاز برميل خمر. نعم، قال طيب أعطيك براميل من الخمور، يصح؟ لا صح. طيب، إذن الصلح جائز بين المسلمين في كل شيء. جاءنا في حديث في كتاب التوحيد قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم، أي أصلحت بينهم. قال ما أحسن هذا الصلح إخواننا بين الناس، الإصلاح، وتعرف أن هناك أناس نسأل الله لنا ولهم الهداية وظيفة هؤلاء الإفساد حتى بين الزوجين. الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله تخاصم هو زوجته، فجاء بإنسان قال أريد أن تصلح بيني وبين زوجتي وكذا ولك الأجر. قال طيب، فدخل إلى البيت وجلس الأعمش وجلست الزوجة وجلس هذا المصلح هذا مفسد، فأخذ يتكلم. قال اسمعي، لا يضرك ما في عينيه وما في وجهه وما في رجليه وما في، قال قم قبحك الله، والله قد أعلمتها بأشياء ما كانت تدري عنها. سبحان الله، أنت مصلح، أنت مفسد. أي نعم، على اعتبار. نعم، إذن إذا وقعت المصالحة ننظر هل هذا الصلح يغير الحرام إلى حلال والحرام كان الصلح محرم وإلا فجاز. طيب، الوكالة تقدم معنا في كتاب التوحيد في التوكل أن أقسام التوكل ثلاثة أقسام، منها الوكالة. لا يصح أن تقول توكلت على فلان أبدا، ولا صح كذلك أن تقول توكلت على الله ثم على فلان أبدا. تقول وكلت أي فوضت فلان، ووكل النبي صلى الله عليه وسلم في شؤون العامة وشؤون الخاصة،
والوكالة عقد جائز من الطرفين. أنا أوكل الشيخ أن يشتري لي آيفون، أعطيه كم؟ 400 يورو، يشتري لي جهاز آيفون، ذهب ثم رجع لي وقال ما أريد أن أشتري لك، خذ 400. يصح؟ صح، عقد جائز، يصح له الرجوع. أو أنا أتي أقول يا شيخ جزاك الله خير، هات 400، ما أريد أن تشتري لي، يصح ولا إشكال، جائز بين الطرفين، مفهوم؟ سؤال ثاني، أخذ 400 وذهب إلى المكان واشترى الآيفون 350، وجاءني قال تفضل هذا الجهاز، السلام عليكم ومشى. فقال له هذا يا أخي لماذا أخذت 50؟ قال سبحان الله، فلان البائع هو أنزل هذا السعر وخفض، كان التخفيض من أجلي لا من أجل فلان، هو يبيع للكل ب400. نقول أنت وكيل مؤتمن أم لا؟ نعم. فليس لك التصرف في شيء، ترجع له المبلغ كامل، يعني يعطيني الجهاز مع 50، لأن هذا لو كان هو البائع له التصرف في البيع وكذا، لكن هو الآن وكيل ليس له التصرف في أكثر ما أذنت له فيه. وكل النبي صلى الله عليه وسلم أحد الصحابة في أن يشتري له أضحية وأعطاه دينار واحد، خرج هذا الصحابي واشترى الأضحية، وهو راجع في الطريق لقي إنسان واشترى منه الأضحية بكم؟ بدينارين. باع الأضحية واشترى أضحية ثانية بدينار، رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالأضحية ودينار، هذا الصحيح. لكن هناك تصرف في الطريق بماذا؟ بأنه باع واشترى، هذا تصرف لكن لمصلحة من؟ مصلحة الموكل. طيب الأصل لو صنع معك إنسان مثل هذا ماذا تصنع؟ تأخذ الأضحية وتعطيه المال؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأضحية وأخذ المال ودعا لهذا بالبركة، وهذا الذي، لأنه لو أخذ المال كان المال انتهى، لكن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، دعا له بالبركة. فكان هذا لو باع، قالوا لو باع ترابا لربح فيه، مفهوم؟ طيب، ووكل النبي صلى الله عليه وسلم من يقوم على الحج، من يقوم على الجهاد، نعم، وكل من يقيم الحدود، واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت قال فارجمها، نعم. طيب، لكن هناك أشياء لا يصح الوكالة فيها، يصح أن توكل فلان من الناس أن يصلي عنك، يتطهر عنك، نعم، يصوم عنك، يحج عنك. أوقف، حج بدل يصح أو لا يصح؟ يصح. إذن يصلي عنك؟ لا. يصوم عنك؟ لا. يتطهر عنك؟ لا. يستغفر عنك؟ لا. وأتك بعض الناس يقول ادعوا لي، يا أخي الدعاء عباد، أنت تدعو لي وأنا أدعو لك. نعم، الحج عن الغير يصح بالشروط التي ذكرها الفقهاء، مفهوم؟ يصح، نعم. قال لبيك عن شبرمة، يصح، يصح. طيب، أنا أعطيك مال حتى تتصدق بي على الفقراء، يصح؟
صدقة، نعم يصح. طيب اجلس، أوكل فلان، لا هذا ما يصلح هذا المثال، لا فلان من الناس، فلان من الناس في المغرب يوكل الشيخ زهير حفظه الله أن يطلق فلانا من الناس، يصح؟ يصح. أو يكون هو يقوم مقام الزوج، الزوج هناك في المغرب وهذا هنا يكون وكيل عن الزوج، يصح في عقد النكاح؟ يصح، نعم. طيب ذكرنا أنه لا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له، سواء كان بالنطق أو بالعرف، قلنا على ما تعارف عليه الناس كذلك. طيب الوكيل أمين من الأمناء، ما معنى قول الفقهاء أن فلان من الناس أمين؟ معنى هذا الكلام أنه إذا لم يتعد أو يفرط فلا ضمان عليه. مرة أخرى، إذا قال الفقهاء الوكيل أمين وفلان من الناس أمين عندهم، ما معنى الأمين؟ الأمين عندهم هو الذي لا ضمان عليه إذا لم يتعد أو يفرط، وعليه الضمان إذا تعد أو فرط. مرة أخرى، الأمين هو الذي لا يضمن بشرط أنه لم يتعد أو يفرط، وإذا تعد أو فرط فهو ضامن بكل حال. ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ ما الفرق؟ إذا ذكر الفقهاء شيء يعني في الغالب أنه لا بد يكون هناك فرق بين التعدي والتفريط. تعدي وتفريط، التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. بالمثال يتضح إن شاء الله تعالى. هذا الوكيل أعطيت له 300-400 يورو يشتري لي جهاز آيفون، أخذ 400 أمين هو الآن، وضعها في جيبه الداخلي، مفهوم؟ في مكان تحفظ فيه الأموال في الغالب، وهو في الطريق وصل إلى المكان، إلى الدكان الذي يبيع الجوالات، بحث ما وجد شيء، تعدى فرط؟ لا، فهو أمين لا ضمان عليه. جاء وقال والله سرقت، هذا لم يتعدى ولم يفرط. طيب أخذ من 400 يورو وذهب إلى مكان الوضوء، وضع المال عند الباب، ودخل الأخ يتوضأ، خرج لم يجدها، يضمن ولا بد؟ لماذا؟ تعدى أو فرط؟ ننظر. التعدي قلنا فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. يجب عليها أن يحفظ المال وهو لم يحفظ المال، يضمن؟ يضمن بكل حال من الأحوال. قال وضعتها في المسجد وأنا أعرف أن الناس إذا دخل المسجد تركوا الدنيا وكذا. نقول لا، هذا لا يعرف هذا الكلام إلا عندك، مفهوم؟ طيب الآن وضعت هذا الجهاز عند فلان أمانة، الأصل هو أمين الآن، صح؟ نعم. أخذ الجهاز وأخذ يدق به شيء على الجدار، هذا فعل ما لا يجوز، انكسر الجهاز. قال قدر الله ما شاء فعل. نقول نعم هذا كلام صحيح، قدر الله ما شاء فعل، لكن تضمن تصلح الجوال، مفهوم؟
وانت تعرف بعض الناس هدانا الله اياه في الجمعيات تكلف بأمر، تقول اليوم يا شيخ أنت إمام لصلاة الظهر، قال طيب أصلي إن شاء الله. ذهب الشيخ وهذا لم يأتي، وتقدم من لا يحسن الصلاة، حصل سهو في الصلاة وإشكال في المسجد. فالشيخ اتصل على هذا، قال لماذا تفعل؟ قال سبحان الله أنا محسن، والله سبحانه وتعالى يقول ما على المحسنين من سبيل. شوف الحجة. فهذا يقول لا والله أنت مسيء، لأنك قبلت الوكالة فالأصل أن تقوم بهذا. نعم عقد جائز، كان الأصل إذا كان لديك شيء أن تعتذر، وهذا اللي يصنع بعض الناس اليوم. قبل أن أتي الدورة أكلف فلان بالترجمة، تترجم لي؟ قال نعم. تحضر؟ قال نعم. جئنا للدورة، اتصل على فلان ما يرد، تبحث عنه قال موجود. بعد الدورة بأيام يقول أبلغ فلان أني ما استطعت أن أحضر. يا أخي كيف؟ قال يا أخي أنا محسن، ما على المحسنين من سبيل. أنت مسيء. صحيح يا شيخ. إذن أمين لا تتعدى ولا تفرط، تعذر. تتعدى أو تفرط فأنت مسيء. ولو كنا والله على هذا كل واحد منا عرف هذا لاستقامة الأمور. صح يا أخي؟ إيه نعم. طيب يبقى معنا الشركة. يقول هنا الشيخ رحمه الله، يقول الشركات كلها جائزة. اشترك فلان مع آخر أن هذا يدفع المال وهذا يقوم بالعمل، طيب والربح؟ قال اسمع، إذا حصل ربح بيننا 50% 50%، وإذا حصل خسارة قال الخسارة عليك لا علي. يصح؟ لا يصح. إذن يكون فيها لابد اتفاق في الربح والخسارة. إذا قال واحد منهم أنا لي الربح والخسارة ليست علي، يصح؟ لا يصح. طيب وذكر يعني أمثلة على الشركات وقال كلها جائزة، لكن تكون حرام إذا ادخلها الظلم، مثل ما قلنا هذا ظلم مثلا. والغرر قال كم الربح؟ كم الربح؟ كم لك في المئة أو كم لي؟ قال أنا إن شاء الله أنظر بعد هذا كم أعطيك من الربح. ما يصلح. إذن لابد أن يتفق الشركاء على الربح وعلى الخسارة. وأنت تعرف البعض يقول اسمع أنا أخذ إكمال والخسارة علي، أعطيني المال فقط. ما يصح هذا، لأن هذا يدخل فيه ظلم. نعم. طيب أو قال اسمع ربح النهار لك وربح الليل لي، يصح؟ لا يصح، أنه قد يربح في النهار أكثر مما يربح في الليل. أو قال اسمع ربح السيارة البورش لك وربح السيارة البيجو لي، ما يصح. يقول يكون الربح في الكل. أو قال هذه السفرة إلى ألمانيا ربحها لي والسفرة الثانية إلى جنيف ربحها لك، يصح؟ أيضا لا يصح. طيب الله أعلم، نكتفي بهذا المقدار، وبعد صلاة الظهر إن شاء الله تعالى نكمل ما بدأنا فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله على النبي محمد وآله وصحبه وسلم.